انت صحيح. تحافظ عليها وهني راح تصير حتى يعني ممكن مصادر البلد او ثروات البلد راح تضيع بسبب الجهل في القانون او الجهل في الاجراءات او التسرع او قله الخبره في بعضهم. يعني حتى المحكمه وصلت لكلمه طفاقه قبل نقولها، ما يصير في بعض الناس قاعد يسوون شغلات يعني يعجز اللسان حتى عن ذكرها. انت تبي يوم ايام تبي تقبض على شخص، تبي تفتش سيارته، ايا كان، مو صرت حطيت رتبه خلاص انت تملك الشارع. هالتصور هذا خلاص عفى عليه الدهر. لا، ناس وعوا، ناس عارفين ترى ممكن انك انت اذا سويت شغله مثل هذه يصورك، ممكن حتى رتبتك تنشال. جنايه تصير عليك وايد عقوبات. فيجب ان يحترم القانون ويطبق الاجراءات. احنا معاك في تطبيق القانون، ولكن طبق اجراءاتك.